برحب بحضراتكم وحلقة جديدة من ماما شادو. أكيد أي أم فينا لما بيكون عندها أولاد بتحب إن هي تشوفهم في أحسن حال وفي أحسن صحة وشكلهم يكون جميل وشاطرين في دراستهم، ولكن لما يكون عندها طفل عنده زيادة في الوزن هي بتبقى محتارة ومش عارفة تعمل إيه. هل دي حالة مرضية ولا هل هو طبيعته كده، وهل مثلا في علاج للموضوع ده؟ وهي بتبقى محتارة إمتى بيبقى فعلا إن هو يكون طفل بدين، إمتى نسميه طفل بدين. هي طبعا نتيجة ان الولاد في السن الصغير بيبتدوا ياكلوا مثلا سناكس او بياكلوا شوكولاتات كتير، في حاجات كتير مغريات كتير بتخليهم يكون عندهم بدانة، فطبعا الام ما بتبقاش قادره تسيطر ان الطفل صغير، زائد ان هي برضو بتحب تدلع اولادها، فبالتالي بتحقق لهم رغباتهم في الحاجات اللي هم بيحبوها، وفي نفس الوقت برضو بيكونوا هم مش عايزين يعملوا رياضه لان هم بيكسلوا يعملوا رياضه، وفي نفس الوقت هي برضو بتبقى مش عارفه هل في السن ده بيتعمل فيه رجيم. طبعا في ناس بتقول لا، الطفل الصغير ما بيتعملوش رجيم، وخاصة لما يكون الطفل من ذوي القدرات الخاصة هي بتبقى مش قادرة تسيطر عليه، لا في سلوكياته ولا في أكلاته أو مثلا الطبيعة بتاعته وهو بياكل. ممكن يكون هو عنيف، هو عنده مثلا ADHD، بالتالي بيكون عنيف وهو بياكل عايز يحقق رغباته، عنده عند، فبالتالي هي مش هتقدر ان هي تسيطر عليه ولا تقدر تتحكم في الوجبات اللي بتقدمها له. فعلشان كده النهارده حبينا نتكلم مع حضراتكم عن السمنه والاطفال ذوي القدرات الخاصه، والنهارده معانا الدكتور عمرو مسعد اخصائي السمنه والتغذيه العلاجيه، وهنتكلم باستفاضه، خليكم معانا. برحب بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا، اهلا بيك. انا مبسوط ان انا معاك النهارده، وبجد انت بتقدمي رساله حلوه للاطفال بالذات لذوي القدرات، بالذات انا عارف ان الدكتوراه بتاعتك يعني في الموضوع ده، فهي رساله جميله وبشكرك عليها بجد. بشكرك جدا يا دكتور، شرف ليا. ربنا يخليك. دكتور، ازاي الام تعرف ان ابنها من ذوي القدرات الخاصه عنده بدانه او عنده زياده في الوزن، وايه السن المناسب اللي هي تقدر تقول ان هو فعلا يعني وزنه زايد؟ طيب، الطفل او الاطفال ذوي القدرات الخاصه هم يعني عندهم بعض المشاكل في حاجات كتير، اهمها ان هم عندهم مشاكل معينه فبتخلي عندهم بيهيفير او سلوكيات معينه في الاكل بتخلي الاكل مش مظبوط من هم من الصغر، وزي ما هنذكر بعد شويه كده في كذا يعني حاله انواع الاكل ايه. فهنا اهم حاجه ان نوعيه الاكل بتبقى مش مظبوطه، بيبقى فيه سكريات كتير، بالذات بلاحظها الاطفال ذوي القدرات الخاصه ان ماما يعني امهاتهم تديهم عصاير كتير، سكر كتير، شوكولاتات كتير، عيش فينو كتير، فطبعا ده بيخلي طبعا ده بيبدا من ايام من وقت الرضاعه لحد سن 12 و13 و10 سنين و9 سنين في المدرسه. الام هنا بتبتدي تحس ان الطفل بدين، هي بتقعد طبعا تاكله، بس يبتدي الاحساس يبان في مصر لما يبتدي بقى يخش حضانه او عايز يدخل الدراسه او الكلام ده ويدوروا له على لبس، لكن هي البدانه بتبان ان الطفل هو رضيع. لما بتروح لدكتور الاطفال بنحطه على الميزان بيبان كان ده مناسب لسنه او لا، بس هي المشكله في الامهات في الاول ان الطفل بيبقى عنده مشاكل او حاسه ان هو عنده مشكله صحيه في حاجه، فبالتالي بتدلعه شويه بالاكل. هل يا دكتور السمنه بتكون لها علاقه بالعوامل الوراثيه، او مثلا الاعاقه بتكون هي السبب، او الادويه اللي بياخدوها؟ السمنه لو جينا نتكلم بشكل عام هي ليها اسباب كتير طبعا، الاكل، الاسباب الوراثيه، النفسيه، الكلام ده كله، لكن طبعا لو جينا في الاطفال ذوي القدرات الخاصه هي بيخش الاسباب دي معاها، اولا الاسباب الجينيه طبعا، لان هو بيبقى دخل في القصه دي بسبب جيني بيبقى بنسبه كبيره، فبتغير له في سلوكياته وبتغير له في شكله والكلام ده كله. الجزء الثاني ان طريقه الاكل بقى بعد كده في الام، يعني لازم تراعي ان الطفل ليه قدره خاصه، ليه يعني عايز معامله ثانيه، بس المعامله دي مش تيجي بالدلع او بان انا اكله اي حاجه، بيبقى بالشكل ده. فهي الفكره برضو البيت مع الجزء الوراثي والادويه. الادويه برضو ساعات بتبقى للاطفال دي بتبقى في منها حاجات زي مهدئات كده بتخلي الطفل نفسه مفتوحه وعايز ياكل كتير، فما نطوعوش، نحاول نديله حاجات تقلل الشهيه بس ما يكونش سعراتها عاليه. ايه هي اكتر الحالات يا دكتور اللي بتعاني من السمنه في الاطفال ذوي القدرات الخاصه؟ اكتر حاجات اللي انا او الحالات اللي انا شايفها في مصر بتعاني من حالات يعني من مشاكل بتعمل لها خلل سلوكي شويه وتعمل مشاكل في البيوت المصريه، عندنا حالات الاوتيزم التوحد، وحالات فرط الحركه الاي دي اتش دي، وحالات داون سيندروم او متلازمه داون او البله المغولي يعني. ودول اشهر ثلاث حاجات، طبعا هو في حالات كتير ذوي قدرات خاصه، لكن دول اشهر ثلاث حالات منتشرين في الوطن العربي عموما وفي بلادنا يعني. هل يا دكتور تاثير الاكل على الاولاد
او نمط الحياه او السلوكيات بتاعتهم او الادويه اللي بياخدوها بتكون فعلا لها تاثير في زياده الوزن؟ هو ده ما يعني اكيد ما في من غير شك. يعني احنا لو جينا نتكلم على ثلاث حالات مثلا ذكر لهم ذوي القدرات الخاصه، الادويه بتاعتهم اغلبيتها بتسبب لهم ان هم يحسوا بجوع اكتر، عشان هي بتهديهم، دخلوا في اتجاه اللي هو يبقى هادي شويه، فدي بتخليه يجوع شويه، فلازم نظبط له الاكل بطريقه بحيث مش كل ما يجوع ياخد عشفينه، مش كل ما يجوع ياكل شوكولاته وعيش. عندنا الاطفال بتوع داون سيندروم او متلازمه داون بيبقى عندهم مشاكل في الفك، فبيدوهم دايما حاجات طريه فبيستسهلوا المكرونه فبيتخانوا عليها كتير، فلازم نراعي الحتت دي لان هي دي من الاسباب الاساسيه اللي بتسبب السمنه للاطفال ذوي القدرات الخاصه. هل العادات الخاطئه اللي بتستخدمها الام بدون طبعا ما تشعر للطفل التوحدي بتسبب زياده الوزن؟ اولا حته التوحد، التوحد عباره عن، عشان نفهم الناس ايه التوحد بشكل سريع جدا، التوحد هو عباره عن ان في خلل سلوكي اجتماعي للطفل، مش عارف يتواصل مع المجتمع، مش عارف العلاقات الاجتماعيه، مش عارف يتواصل بيها. ده جزء. الجزء الثاني، الطفل اللي عنده توحد بيبقى عنده مشاكل في الهضم جامده جدا، ودي الاساس اللي عامله له مشاكل، ان هو ما بيهضمش حاجتين، هو ما بيهضمهمش كويس، الانزيم او الانزيمات بتاعتها ما بتهضمهمش كويس، الكازين وده البروتين بتاع اللبن، والجلوتين وده البروتين بتاع اللحوم. فبالتالي اسف الجلوتين البروتين بتاع القمح، فالاثنين دول لما بياخدوهم بتعملوا مشاكل في الهضم ويبتدوا ياثروا على الدماغ. فبالتالي لازم نظبط الحاجات دي. يعني في حاجات ياكلها طفل التوحد وفي حاجات ما ياكلهاش. الحاجات اللي ما ياكلهاش طفل التوحد عندنا القمح والشعير، الشوفان ده ما ياكلهمش. الحاجات اللي داخل فيها الكازين عندنا الحليب ومنتجات الألبان عموما ما ياكلهاش. عندنا الشطة والحاجات المقلية ما يفضلش. طب ايه اللي ياكله؟ عندنا الذرة والنشا والفشار والرز ياكلهم. عندنا اللحوم البيضة والسمك والبسلة والفاصوليا ياكلهم. عندنا الزيوت النباتية وزيت الزيتون وزيت الذرة وزيت عباد الشمس، دول مناسبين ليه كويس جدا. فدي من الحاجات لطفل التوحد اللي مناسبة ليه. طبعا ما ننساش حاجة اسمها البروبيوتيك او البكتيريا النافعه، ودي متوفره في الصيدليات في شكل اقراص، او زي البكتيريا اللي موجوده في اللبن او اسف الزبادي، دي بتساعد في الهضم، ان هو عنده مشاكل في الهضم فممكن تتاخد في شكل مكمل غذائي. عندنا برضو حاجه اسمها الاستراخلوس، دي عشبه بتتاخد كويسه جدا، والاخنيسيا لمرضى التوحد، ودي بتحسن من المناعات بتاعتهم وبتحسن ليهم كويس قوي قوي قوي. هل يا دكتور الحاجات دي كلها او النظام الغذائي اللي حضرتك بتتكلم عنه هيحسن من الوزن وزيادته؟ احنا هنا بالتبعيه دلوقتي، لو انا هضمي مش مظبوط وعندي مثلا امساك، لو شخص طبيعي هيجي له سمنه، فما بالك ده طفل عنده مشاكل في كذا حاجه في الهضم بسبب المشكله اللي عنده اللي جايه، فدي بتعمل له سمنه فورا وبتخليه يعني عنده مشكله، والخلايا الدهنيه بتزيد بسرعه. ولذلك طفل التوحد لازم نبعد عن السكر، نبعد عن الحاجات اللي فيها زي ما قلنا فيها الجلوتين، ونبعد عن الحاجات اللي فيها الكازين اللي هي منتجات الالبان. الطفل يا دكتور اللي عنده داون سيندروم او ممكن نتكلم عنه، بيكون عنده بدانه يمكن بتظهر في البنات اكتر من الولاد، فهل دي بتكون عوامل وراثيه ولا هل ده مرتبط بالاعاقه؟ وهل التغذيه الغير سليمه او الخاطئه برضو من الام برضو هي مش قصده بيكون السبب؟ هو ده اكيد سبب، وحته الناحيه الجينيه هو اساسا المشكله او المرض ده جاي بسبب عمليه جينيه، وهو ده بيعمل له تغير في شكله الجسدي والجزء السلوكي، وده بقى ناتج ان الشخص العادي بيبقى عنده 46 كروموزوم، طفل الداون سيندروم بيبقى عنده 47. الخلل في الكروموزوم ده هو اللي بيخليه داون سيندروم او متلازمه داون. اول حاجه دول بيبقى عندهم مشاكل في الهضم. ايه الصفات اللي بتميزهم؟ صفات اللي بتميزهم بيبقى عنده ضعف في العضلات. في مشكله عنده في ضعف العضلات والاربطه، فبالتالي عنده الفك ما بيعرفش يمضغ كويس، وعنده ضعف في عضلات الفك والبلع. فبيضطر الامهات وهم صغيرين عشان الطفل مش عارف ياكل كويس لان عنده ضعف في المنطقه دي، يبتدوا يدوله رز، مكرونه، بطاطس، الحاجات الطريه السهله بس كلها نشويات، يبتدي الطفل يملى ويبقى مليان قوي. بس دي بيبقى هو برضه عنده مشاكل، دايما بيشكو من الامساك، بيجي لهم سكر، بيجي لهم حاجه اسمها هايبوثايروديزم او خمول في الغده الدرقيه. وطبعا دي المفروض بنبتدي بقى نركز للطفل على الـ 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 البروتينات شويه، بس تكون بروتينات شيء زي يعني سهله في الاكل، نسهلها لهم شويه.
تاني حاجة بنحاول نديهم فيتامينات معينة زي الزنك. بعد كده في حاجة عشبة اسمها الأشواجندا، دي مفيدة قوي للأطفال الداون سيندروم. اللي بعد كده ممكن بندي للأطفال أعشاب زي ورق الفراولة وورق التوت، من الحاجات اللي بتنزل الانسولين ريزيستنس ومقاومة الأنسولين، هي بتبقى عندهم عالية أو عندهم سكر بسبب أكلهم من هم صغيرين حاجات نشوية. ورق الفراولة، ورق التين البرشومي، ورق الزيتون، الثلاث حاجات دول بينزلوا أو بيقللوا الانسولين ريزيستنس. بقول لحضرتك بالنسبة بقى للطفل اللي عنده ADHD في عجالة كده، ليه دايما هو بيكون من كتر يعني سرعة الحركة وفرط الحركة دايما عايز ياكل بدين؟ فنصيحة سريعة كده، او حضرتك تقول لنا نعمل ايه في دقيقة يعني. طيب، أولا الطفل فرط الحركة هو عنده مشكلة أساسية في إيه؟ فرامل المخ عنده فيها خلل. إيه فرامل المخ دي بقى؟ الجزء اللي قداماني عندنا في المخ ده المسؤول، في مراكز مسؤولة عن حاجات بنسميها فرامل المخ. إيه فرامل المخ؟ الحاجات اللي بتقلل الحركة تعملها كنترول وتعلي التركيز، تمام؟ وبيبقى في خلل وظيفي كده في المخ في حاجة اسمها المادة الرمادية، بتبقى قلت شوية. الجزئين دول هم اللي بيعملوا فرط في الحركة، هو مش عارف يعمل كنترول في الحركة نتيجة الفرامل أو المراكز اللي عاملة فرامل المخ دي مش عارفة تدي التحكم ده مظبوط. طب هل ده بيبقى ناتج بيعمل خلل أو ديفيشنسي أو نقص في حاجات في الجسم؟ بيعمل في الزنك. ساعات نلاقي عندهم الزنك نسبته قليلة، فبالتالي لازم نديله زنك وأكل يحتوي على الزنك. طيب في إيه تاني؟ الفريتين. الفريتين ده عبارة عن مخزون الحديد، فلازم نديله حاجات فيها حديد كتير زي البنجر، زي التفاح، الكريز، دي حاجات مهمة جدا ليه. طيب لازم نديله ايه تاني؟ هو عموما نقلل منه السكر كمان، لان عشان ما يبقاش بدين، هو عشان ما يبقاش بدين، وده بيزود التخمر عنده في المعدة وبيعمل له مشاكل وبيخليه هايبر، مواد الحافظة بتخليه هايبر. عندك ايه تاني؟ الالوان الصناعيه بتخليه هايبر. هو يا دكتور طبعا اللي عنده فرط حركه ده موضوع كبير جدا، لان الامهات بعت لنا على صفحه البرنامج ان زياده الوزن عاليه جدا عند الولاد، وكمان بالظبط العند كمان عندهم يعني عالي قوي لدرجه ان الام مش قادره تسيطر على اكلاته ولا بيسمع كلامها. فان شاء الله هيكون اكيد في حلقه تانية ده نتكلم على اكيد، الاي دي ده اتش ياخدوا دي حلقات. مع حضرتك، ونورتنا وشرفتنا في ربنا يخليكي، البرنامج انا يا دكتور، اتشرفت بيكي وكانت وبالساده حلقه المشاهدين، ممتعه. وربنا بشكرك يخليك جدا يا ربنا دكتور. يخليك. هطلع مع حضراتكم تقرير عن بنت جميلة جدا اسمها جنة. طبعا البنت دي رغم ان هي يعني كفيفة، ولكن هي بتشوف بقلبها قد ايه جميلة، قد ايه ان هي عندها موهبة. وطبعا بشكر الاهل، الاهل هم السبب، لانهم بيدعموا الطفل من وهو صغير، فبالتالي لازم تكون النتيجة جميلة بالمنظر ده. فعلا هم قادرون باختلاف. نطلع مع بعض ونشوف التقرير. اسمك ايه؟ جنة يوسف شعبان. بتغني وانت عندك كم سنة يا جنة؟ أنا بغني من وأنا عندي 6 سنين. شكلك لمضة يا جنة. طيب يا جنة، انت بتدرسي في سنة كام؟ أنا داخلة سنة 5 ابتدائي. في مدرسة ايه؟ في مدرسة النور للبنات. وحابة المدرسة؟ يعني مش قوي برضه. ليه بقى؟ ما بقولك لمضة. ليه مش حابة المدرسة؟ بيبقى في مدرسين مش بحبهم. اروح اقول لهم جنة بتقول لي ان انا مش بحبكم، ايه رايك؟ هفتن عليكي. طيب يا جنة، انت بقى بتغني في المدرسه برضو؟ بغني في المدرسه، وبغني في مركز الشباب، وبغني في الاوبرا. مين اللي بيدربك في مركز الشباب؟ استاذ محمد رمضان. طيب وفي المدرسة انت بتستخدمي ايه بقى في الدراسة؟ طريقة برايل ولا بتكتبوا عادي ولا تعملوا ايه؟ لا، طريقة برايل. وهي الطريقة دي سهلة وكويسة ومناسبة للإعاقة اللي عندك؟ بس سنة أولى كانت صعبة شوية عشان كنا لسه بنبدأ، بعد كده بقى بقت سهلة. يعني بقيتي بتطلعي من الأوائل؟ ايه، بطلع من الأوائل. طب انا هروح اسأل، لو طلعتي بقى مضحكة تنصبي عليا؟ لا. شو تنصبي عليا؟ عايزه تطلعي ايه لما تكبري يا جنة؟ عايزه اطلع مذيعه ومدربه موسيقى. ايه ده، هتنافسيني؟ يعني انا اروح فين بقى لما انت تبقي مذيعه بقى؟ اسيب البرنامج؟ خلاص، يبقى انت بقى، يبقى جنة هتمسك البرنامج بدالي بعد كده يا جماعه.
طيب يا جنة، في المدرسة غنيتي ايه بقى؟ بغني اي حاجة، يعني بغني مثلا غنيلي شوي شوي، اي حاجة يطلبوها مني بغنيها. طب ما عايزة اسمع صوتك الجميل بقى يا جنة، يلا. بتخاصمني حبة او تسالحني حبة، كل شوية تغضب كده من غير مناسبة. بتخاصمني حبة وتسالحني حبة، كل شوية تغضب كده من غير مناسبة. اهدى يا حبيبي اهدى، اهدى يا حبيبي اهدى، يا حبيبي اهدى، اهدى يا حبيبي. هو الحب لعبة ولا الحب لعبة؟ بتخاصمني حبة تسالحني حبة. ايه القمر ده؟ ايه الصوت ده؟ ايه الصوت الجميل ده؟ انا معايا نجاة ولا معايا جنة؟ انت مين بالظبط؟ طيب يا جنة، انت بقى حبيبتي صوتك الجميل ده، نفسك تطلعي مطربة بقى ولا نفسك تطلعي ايه؟ انا نفسي يعني اطلع اي حاجة، يعني مش فارقة. يعني اي حاجة كده، ملكيش هدف كده؟ لا، نفسك تطلعي بجد. انا نفسي اطلع مطربة وممثلة كمان. طب والتعليم بقى، مش عايزة تشتغلي بالموهبة بس، مش عايزة تشتغلي بالتعليم يعني؟ طب هتكملي دراسة تبقي ايه؟ لو كملت دراسة ممكن أكون مدرسة عربي. أو انت لسه قايلة عايزة أبقى مذيعة، ترجعي في كلامك ولا إيه؟ ما ينفعش، ما عنديش حد يرجع في كلامه، عشان البرنامج بعد كده سلمهولك أنا بقى. تبقى أنت بقى إيه؟ بيبي شادو. أنا ماما شادو وأنت بيبي شادو. طيب يا جنة، إيه الأغاني، مين المطربين اللي بتحبيهم بقى؟ بحب شادية وبحب المنحة ناسا. أنت عارفة شادية؟ ده انا بتهيأ، انت عارفه شاديه؟ ده انا ايام شاديه كنت انا لسه صغيره، كنت لسه قدك كده. انت عارفه شاديه منين بقى؟ كروت انت. ما انا بسمعها. يعني عارفه شاديه؟ عارفه ان هي من الجيل القديم؟ يعني انت عارفه الفرق بين الجيل الجديد والجيل القديم؟ لا. لا، شاديه دي من الفن بقى الجميل، فن الزمن الجميل بتاع زمان، يعني مغنيه من الفنانات اللي هم القدام. اما بقى الجداد، بتحبي مين من الجداد؟ بحب مين الجداد؟ بسمعش الجداد قوي يعني. انت كلاسيكيه بقى. انا بغني الاغاني القديمه، بغنيها حلوه قوي. طب هتغني لنا ايه اغاني قديمه؟ مش عارفه. ايه الاغنيه اللي بتحبيها؟ غني لي اغنيه حلوه كده. غني ايه؟ غني بتسالي عليا. ماشي. بتسلي عليا وتقول وحشك عينيا، بتسلي عليا وتقول وحشك عينيا. من انت انت حبيبي وداري باللي بيا، من انت انت حبيبي وداري باللي بيا. ياللي بتسأل عليا مالكش دعوة بيا، ياللي بتسأل عليا عليا مالكش دعوة بيا. بتسألي بتسألي ليلي عليا. ايه العسل ده؟ ايه الصوت ده؟ ده انت فعلا ماشيه مع الناس بقى التقال بتوع زمان. عندك حق. الضحكه الجميله دي. خلاص بقى، انت هتبقي المذيعه معايا في البرنامج، يعني اطلعك معايا في حلقه تبقي مذيعه، نشوف مين اشطر بقى. ان شاء الله. بس المره الجايه انا هاخدك معايا تبقي مذيعه في البرنامج. موافقه ولا لا؟ انا اطلع مذيعة في اي برنامج. انت تقيلة قوي بقى، ده انت كده خلاص ناوية بصي تشطبي عليا خالص. من الفستان الجميل ده بقى مين اللي مختاره لك؟ ماما مختاره. كله زرع بقى وحاجات جميلة، وانا لابسة برضو زرع زيك، انا لابسة شجراية وانت لابسة شجراية. والتسريحة الجميلة دي مين اللي عامل لك الشعر بقى والحاجات الحلوة دي؟ انا كده غير بقى، انا كده مش هينفع جنب المذيعة الجميلة دي. قدمي البرنامج بدالي. ايه؟ عايزاكي تقدمي البرنامج كده. يلا بصي، احنا عايزين نختم البرنامج وانت اختمي بقى. يلا الساده الحضور. قولي قولي يلا.
بنشكركم النهارده. لا بصي اتكلمي حلو وتكلمي بجد. انت هتختمي الفقره، هتقولي بقى ايه في نهايه اللقاء؟ بشكركم وان شاء الله اشوفكم في حلقه جديده، وباي باي مع ماما شادو. مع ماما شادو، سلام.